لسه نايم الحمد لله. بصي مين معايا؟ هند، انت فين يا كلبه؟ انت بكلمك من الصبح ما بترديش. والله العظيم يا جماعه ما سمعتش، وحشتوني هموت وابقى قاعده معاكم على الكنبه دلوقتي. ما انت يا اختي اللي اتفشتي وسبتينا. تقمصت ران اواي برايد. انت بتشوفي خالد في دبي صحيح؟ يعني شفته كام مره في الاول كده وبعدين انا ما بقاش اشوفه خالص. جميل قوي الولد ده بجد، بيكلمني كل ما بيجي بيروح يزور بابا. طب يا جماعه ممكن نغير الموضوع ده بليز؟ وبعدين انت مش كنت عايزاني في حاجه مهمه؟ ايه بقى؟ ايوه انا كنت عايزه احكي لكم حاجه يا جماعه. انا يا لهوي. لا هقفل هقفل، النت بيقطع اصلا. لا لا انا قابلت حد لذيذ قوي. كدابه. والله قبل اي حاجه عنده كام سنه؟ وقبل اي حاجه برضو احب اعرف الحاج بقى متجوز المره دي ولا سنجل ولا ايه؟ عنده 41 سنه. ولا مش متجوز، مطلع، ما اتجوزش قبل كده خالص. يا فرج الله. لا يا فرج الله ايه؟ استني يا ليلى، انتي بمنتهى الهدوء، فين الخازوق؟ مفيش خازوق خالص، الواد جميل ولذيذ وامور ودمه خفيف وبيحبني وشاطر في شغله. بيشتغل ايه؟ بيشتغل كونسلتنت وانفستمنت ادفايزر. ايوه بيشتغل ايه بقى؟ بصي اللي انا فاهماه ان المستثمرين الكبار قوي لما يعوزوا يستثمروا فلوسهم بيكلموه بقى ياخدوا رايه. الله الله الله، بقى لكم قد ايه مع بعض؟ شهرين. هنز انت مصدقه اللي احنا بنسمعه؟ لا طبعا. انت مصدقه؟ انت تصدقي ان القعده جنبك دي بني ادمه طبيعيه وهتحب واحد طبيعي؟ اكيد لا. لا ايه بحبه دي، احنا بقى لنا شهرين احنا لسه متعرف على بعض. مش حلو قوي، هنقول مبروك قريب يعني؟ مبروك ايه يا بنتي، بقول لك بقى احنا بقى لنا شهرين مع بعض. هو كده كده المواصفات دي مش موجوده في السوق دلوقتي، فامسكي فيه. بس اموت واعرف جبتي منين يا بنت. قابلته في دبي، بس هو قبل دبي كان عايش في سويسرا وبعد كده جه معايا مصر. مصري؟ لا القعده هتحلو، لفي لي كده احكي لنا بقى بالتفاصيل. لا طب استنوا بقى اروح اجيب العشاء بتاعي واجي عشان شكل القعده مطوله قوي. يلا انجزي انجزي. بقول لك انا متعشيه، احكي لي. يلا مش هستنى. والله استني يا بنت. يلا بقى. طب بصي ما تقولهاش. ها